إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحسن الله عزاءكم ورحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جنانه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق قائدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ويسدد خطاه لخير ورفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عودة مرة أخرى إلى دورينا، حيث دوري أدنك للمحترفين في الجولة رقم 24 هذا المساء هنا في دانة الدنيا دبي، وحيث طبعا مباراة الوصل وعجمان، هذه المباراة البعيدة كل البعد عن حسابات الضغوطات على مستوى القمة أو حتى على مستوى القاع، وبالتالي الفريقان هذا المساء في وضعية مريحة جدا فيما يتعلق بالضغوطات، ويأمل محبي الفانيلة الصفراء والفانيلة البرتقالية كذلك أن يشاهدوا متعة كروية جميلة ما بين الفريقين، وأن نستمتع بالأسماء الحاضرة المتواجدة في أرضية الملعب هنا في زعبيل. المباراة قبل أن تبدأ مع هذا الرجل نواف الزيودي الحكم الذي سيدير هذه المباراة، ونأمل بحول الله تعالى له التوفيق وأن يقود هذه المباراة نحو بر الأمان. وبالمناسبة هذه المباراة رقم 20 التي تجمع الوصل بعجمان في عصر الاحتراف، تقابلوا في مناسبات عدة، وكانت الكثير من المباريات مليئة بالمتعة والجمال والأهداف، ونبحث هذا المساء عن مباراة جميلة كذلك ما بين فريقين يبحث كل منهم عن تقديم أفضل ما يمكن أن يقدم، ونحن في نهايات دورينا والكل يبحث كذلك عن قفزة للأمام. هذا الرجل السيد هلمان المدرب البرازيلي الذي يراه الوصلاوية أنه في فترة من الفترات كان بصورة ممتازة، لكن هذا الموسم لم يذهب مع الإمبراطور كما يتمنى. هذا الرجل السيد غوران أقنع محبي عجمان الأيام الماضية، وبالتالي الأمور سارت على طبعا تجديد التعاقد مع المدرب الصربي لسنتين قادمتين، وهذا أمر يعرف عنه نادي عجمان بالمناسبة، لأنك لما تشوف عبد الوهاب عبد القادر في فترة من الفترات كان سنوات طويلة، أيمن الرمادي كذلك سنوات طويلة، الآن مع السيد غوران يبحثون عن فترة طويلة كذلك مع هذا المدرب أن يقود البركان نحو نتائج إيجابية، في انتظار صافرة حكم المباراة نواف الزيودي الحكم الذي يعلن عن بداية شوط المباراة الأول وانطلاق الحصة الأولى ما بين الوصل وعجمان هنا في زعبيل، حيث صافرة البداية حضرت مشاهدينا متابعينا في كل مكان، وضربة البداية والانطلاقة الأولى، الوصل في ملعبه يبدأ المباراة بتشكيلة تضم محمد علي في حراسة المرمى، سالم العزيزي، ألكسندر فاسيليفيتش، إدريلسون سيلفا، عبد الله خميس على مستوى المراكز الدفاعية. في وسط الملعب لدينا علي سالمين، حسن إبراهيم، علي صالح، وراميرو بنتي، وفي المقدمة جيلبرتو أوليفيرا، وبجانب ميشيل أراوخو، وبالتالي هكذا يبدأ السيد هلمان المباراة بهذه القائمة التي يعتقد أنها قادرة أن تذهب بالوصل هذا المساء نحو النقطة رقم 35 هكذا يفكر الأصفر. من الجانب الآخر عجمان الفريق اللي عنده من النقاط 29 نقطة، يبدأ المباراة بعلي الحوسني في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، عبد الله صالح، ميرال، وليد عبد الله رباعي خط الدفاع، بلال يوسف، عصام فايز، محمد هلال، وفراس بالعربي في وسط الميدان، في المقدمة وليد أزارو الأعين تناظرة، وسعيد جاسم كذلك بجانبه. هكذا قائمة البركان في هذه الأمسية، كرة إلى حارس المرمى وصلت سهلة، علي الحوسني يرسلها في الجهة اليمنى، المحاولة لا زالت مستمرة في أرضية الملعب، ما غادرت هذه الكرة، لا زالت موجودة،
فالوصلاوي حاول، لكن عندنا حكم المباراة أشار بصافرة. نواف الزيودي يدير المباراة يعاونه عامر القادري كمساعد أول وعبد الله المرزوقي كمساعد ثاني، ونأمل بحول الله تعالى لطاقم التحكيم في قيادة هذه المباراة نحو بر الأمان. عجمان يحاول في الجهة اليسرى، والجهة اليسرى فيها وليد عبد الله، تعود من جانب بلال يوسف. عبد الله صالح في الجهة اليمنى أرسلها باتجاه ميرال، وميرال بعد ذلك بتمريرة جميلة. عجمان يهدد في البدايات الأولى، يبحث عن عجمان عن عودة انتصاراته على حساب الوصل، لأن المباريات الأخيرة، المواجهات الأخيرة التي تجمع البركان بالإمبراطور عادة ما يبتسم فيها الإمبراطور. بالتالي عجمان غاب عن الانتصارات في المواجهات الأخيرة التي جمعته بالوصل، اليوم يبحث عن حالة فوز تعيد بالذكرى انتصارات البركان، هكذا يتمنى. هذا بالعربي، اللاعب الذي مرت الكرة من أمامه وغادرت إلى خارج أرضية الملعب، فيها رمية تماس. الجولة الماضية عجمان تعادل مع الوحدة 2-2، مباراة قدم فيها عجمان نتيجة إيجابية أمام فريق كبير بقيمة الوحدة، وعاد متعادلا 2-2 في تلك الأمسية التي سجل فيها بالعربي والياندرو أهداف عجمان، وسجل إسماعيل مطر وفابيو مارتينيز أهداف الوحدة. هذه خطيرة للوصل، مرور جميل والعرضية جميلة، والإمبراطور يبدأ التقدم. الله الله، لعبة وصلاوية جميلة استطاع أن يترجمها بهدف الأسبقية، وبالتالي الوصل يضرب بقوة في البدايات الأولى. ما تأخر الوصلاوي عن تحريك الشباك في البدايات الأولى، ياهي مهارة من جانب ميشيل أراوخو الذي قدم التمريرة، وبعد ذلك المتابعة من علي صالح الذي أودع الكرة في المرمى، ليتقدم الوصلاوي أولا هنا في زعبيل. واحد لا شيء، هذه الكرة وهذه المتابعة ما بين المدافع، طبعا اصطدمت بالمدافع وبهذا الرجل علي صالح، وعلى ذلك يتقدم اللون الأصفر، يتقدم مبكرا ويرسم طبعا ابتسامة التقدم على أنصاره ومحبينا في اللحظات الأولى من شوط المباراة الأول. ياهي بداية بالنسبة للوصل، بداية جميلة جدا للإمبراطور أن يبدأ بهذه الصورة. عندنا طبعا لاعبي عجمان يطالبون حكم المباراة أن اللعبة فيها خطأ، ويطالبون بمراجعة الفار، وحكم المباراة حديث ما بينه وما بين زايد العولقي وأحمد بلال، حكام الفار وتقنية الفيديو. هذه اللعبة التي من خلالها هل كان طبعا هني الخطأ اللي كانوا يطالبون فيه لعيبة عجمان، لمسة يد على علي سالمين، وبالتالي الانطلاقة التي كانت من جانب ميشيل أراوخو راوغ دفاعات عجمان بصورة جميلة وقدم تمريرة، بعد ذلك تم إكمالها في مرمى علي الحوسني، لكن القرار من جانب حكم المباراة. هذا هو نواف الزيودي الحكم الذي أكد على صحة الهدف، وبالتالي يتقدم الوصل واحد لا شيء. هذا الوصلاوي الذي يفعل ذلك ويأتي بأول الأهداف ويرسم السعادة، كل السعادة بكرة كانت جميلة وبتمريرة كانت حلوة ومتابعة كانت ممتازة، وسجل من خلالها الوصل هدف التقدم. واحد لا شيء، أصبحت الآن في الجهة اليمنى الفرصة لمصلحة عجمان. عجمان الباحث عن العودة عن الرد، هذه خطيرة، فرصة خطيرة، يا سلام يا سلام يا سلام، ياهي عودة سريعة لعجمان. سعيد جاسم يعيد الأمور نحو التعادل، 1-1، البركان بسرعة كبيرة جدا يعود إلى المباراة.
هذه الكرة، هذه الهجمة هني بالعربي الذي استقبلها وقدم هدية ثمينة على رأس سعيد جاسم وضعها بصورة جميلة، وعاد عجمان إلى الواحد واحد بسرعة كبيرة، بسرعة كبيرة. ما تأخر عجمان في العودة، ما تأخر البركان في العودة، ومرمى هذا الرجل محمد علي في التهديد الأول يتحرك، وعلى ذلك الأمور ذهبت إلى واحد واحد. جميلة المباراة في أول سبع دقائق، المباراة جميلة في أول سبع دقائق. نعم، فيها هدف للوصل وبعد ذلك العودة السريعة من جانب عجمان. ست دقائق الأمور إلى واحد واحد عزيزي المشاهد والمتابع. في أول ست دقائق يعني تقدم الوصل سريعا وعادل بعد ذلك عجمان في الفرصة الأولى بعد هدف الوصل مباشرة، وهذا اللي كنا ننتظره بالمناسبة، هذا اللي كنا ننتظره بالمناسبة، أنك تشاهد مباراة بلا ضغوطات من جانب الفريقين، بعيدة كل البعد عن مسألة الضغوطات. الفريقين يقدمان أفضل ما لديهم، هذا المفترض وهذا المنتظر اليوم، لأن مسألة القمة الأمور حسمت، ومسألة الهبوط كذلك أصبحت الأمور فيها إشارة واضحة على الفرق التي تعاني وتقترب من الهبوط. أما بالنسبة للفريقان الحاضرين أمامك في المباراة، يعني الأمور بالنسبة لهم بعيدة عن مسألة الهبوط وبعيدة عن مسألة القمة، ويبدو أن الهدف الذي سجل من جانب الوصل تم تسجيله باسم المدافع ميرال، لأن ما بين ميرال وما بين اللاعب علي صالح حدث التلاحم، وبعد ذلك الكرة ذهبت باتجاه الشباك، والأمور عند الواحد واحد في النهاية عزيز المشاهد والمتابع في كل مكان. هذه لعبة محاولة في الجهة اليمنى، ميشيل أراوخو اللاعب الذي يبحث عن مرور لكنه يفضل أن يأتي بتمريرة باتجاه إلكسندر. تعود الكرة مرة أخرى، هذا إلكسندر فاسيليفيتش اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 85 باتجاه سالم العزيزي. سالم العزيزي يطلب الكرة مجددا، لدينا عبد الله صالح في اللحظة المناسبة، ترجع وصلاوية، السيطرة والاستحواذ للإمبراطور إدريلسون سيلفا، التمريرات على مستوى خط الدفاع من أجل بداية هجمة، لكن لاحظ عجمان أنه هو مسكر بصورة جيدة ويغلق المساحات، وبالتالي يضغط على لاعبي الوصل من منتصف الملعب، ما عاطنهم مجال، يحضرون كرة يحضرون فرصة، لكن الوصلاوية عندهم الإمكانيات الفردية، وهذه تمريرة من جانب جيلبرتو أوليفيرا، لم تكتمل هذه التمريرة يا أوليفيرا، أقرب إلى علي الحوسني. كرة إلى خارج أرضية الملعب. إذا كان عجمان الجولة الماضية تعادل 2-2 مع الوحدة، فإن الوصل في الجولة الماضية بهدف ميشيل أراوخو استطاع أن ينتصر على الظفرة في المباراة التي شهدت حالة طرد من جانب الحكم عمار الجنيبي على لاعب الظفرة محمد يوسف، وبالتالي فاز الوصل في تلك المباراة 1-0. يبحث الوصل عن استمرار النتيجة الإيجابية التي حصدها في الجولة الماضية، وأن يذهب إلى نتيجة إيجابية أخرى، ويبحث عجمان كذلك، لأن النتيجة اللي حققها أمام الوحدة بالمناسبة مباراة 2-2، ونحن نعرف قيمة الوحدة هذا الموسم وصراعه ومطاردته للقمة لجولات وجولات، وأن يتوقف في محطة عجمان في مباراة 2-2، لا شك أنها نتيجة بالنسبة لعجمان نتيجة إيجابية. كرة من أجل المرور والتقدم، الصافرة تشير على وجود خطأ لمصلحة اللاعب علي صالح. علي صالح هو اللاعب اللي يسقط في أرضية الملعب ما بينه وما بين بالعربي، والحكم أشار إلى وجود خطأ. الكرة تنفذ باتجاه سالم العزيزي، الضغط من جانب لاعبي عجمان، البحث عن وليد أزارو. وليد أزارو في بعض المناسبات يظهر بصورة جميلة، وفي بعض المناسبات يغيب عن الظهور بصورة كاملة،
وليد أزارو نعرفه، ومتى ما كان بمستواه المعهود فإنه سيكون إضافة كبيرة ليس فقط لعجمان لكن لدورينا على مستوى الأهداف الجميلة والمتعة الكبيرة التي يتميز بها وليد أزارو. الوصل يحضر هجمة في الجهة اليسرى دائما في كل مكان، علي صالح يظهر يحضر بمهاراته وبإمكانياته وبحلوله الفردية، اللاعب الذي يقدم موسم حتى الآن يجد الإشادة من متابعي دورينا. علي صالح لاعب بإمكانيات جميلة وبمستويات رائعة، وهذه الكرة العرضية مرت إلى خارج الملعب، أصبحت إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى وصل عند جيلبرتو أوليفيرا وعند ميشيل أراوخو، عنده قوة هجومية جيدة اليوم عجمان، عنده وليد أزارو، عنده سعيد جاسم هو الآخر، عنده إمكانيات هجومية جيدة هذا المساء. وبالتالي نحن نتطلع، المباراة بدأت بصورة جميلة، بدأت بهدف وصلاوي سريع وعاد عجمان نحو التعادل بسرعة كبيرة. 13 دقيقة فيها هدفين، وبالتالي ننتظر ما هو أفضل من مباراة بعيدة عن الضغوطات بصورة كاملة من جانب الفريقين الوصل وعجمان. محاولة للبركان، وليد أزارو تمريرة جميلة، محمد هلال يتقدم، محمد هلال يأتي بكرة، تصويبة لا زالت خطيرة يا ستار. لعيب لعيب لعيب، هو بالعربي الذي يسجل هذا الهدف الجميل، الذكي الملعوب بمهارة كبيرة جدا، ينجح عجمان في قلب الطاولة. أي هدف يسجل بالعربي، هنا التصويبة، الاستلام وبعد ذلك الهدوء، عينك على الهدوء وعلى التركيز وعلى التنفيذ بهذه الدقة الكبيرة. الله 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 الله، ينجح في قلب الطاولة وفي إرسال عجمان نحو المقدمة، لأن هذا الرجل السيد غوران يقلب الطاولة على الوصلاوية ويتقدم عجمان في مناسبة ثانية. هذا هيلمان، هذا البرازيلي هيلمان، المدرب الذي يرى فريقه في هذه الوضعية بعد أن كان متقدما في أول 4 دقائق، بعد ذلك التقدم ب10 دقائق فقط، لأن ما بين الدقيقة الرابعة وما بين الدقيقة 14 10 دقائق، هذه ال10 دقائق عجمان ما تعادلوا بس، بل إنه هو قلب الطاولة. وهكذا كرة القدم، متعتها وجمالها وحالاتها في مثل هكذا سيناريوهات، في مثل هكذا تقلبات، في مثل هكذا إثارة كبيرة، كرة القدم وجمالها. أصبحت في الجهة اليمنى الفرصة للوصل، تعود المحاولة من جانب فريق نادي عجمان، تبعد من عبدالله صالح الفرصة والمحاولة، الوصل يبحث عن التعديل في هذه اللحظات هنا في زعبيل، هنا في زعبيل، حيث الوصلاوي الذي يمتلك 32 نقطة وحيث عجمان اللي عنده 29 نقطة. بالمناسبة يفوز عجمان اليوم يصل إلى 32 نقطة، بالتالي يعادل من؟ يعادل الوصل، يعادل الوصل ويعادل النصر كذلك. انفعلها عجمان وذهب نحو الفوز، ليس هذا فحسب، لكن مثل ما ذكرت لك آخر الجولات والمباريات بينهم دائما الابتسامة صفراء. هل يعود عجمان لابتسامته في مواجهات الفريقين والمباريات التي تجمعهم مرة أخرى؟ نحن من المنتظرين. ميرال، الكرة ترجع أقرب إلى حارس المرمى، الحوسني راسلها باتجاه عصام فايز، عبد الله صالح، عبد الله صالح الى عصام فايز، وعصام فايز هكذا تمريرات لمصلحه عجمان. بلال يوسف، اصبحت وصلاويه وهذه خطيره لانهما دائما يبحثون عن الرقم 7. علي صالح مصدر الخطوره ومصدر العمل ومصدر النشاط الوصلاوي متى ما كان في حالته الطبيعيه، يكون لاعب مؤثر جدا ويصنع الفارق بلمسة، يصنع الفارق بتمريرة، يصنع الفارق بهدف.
وصلت إلى راميرو بينتي، يتقدم من خلالها راميرو بينتي، يبحث عن تمرير الأمام. اللاعب البرازيلي ابن 28 عام سرعان ما تبعد. عصام فايز بامتياز كبير، هو وبلال يوسف على مستوى قطع الكرات وأن يكون حائط صد أمام أي هجمة وصلاوية وأمام الرغبات الوصلاوية في الاقتراب من مرمى علي الحوسني. دائما ما يكون بلال يوسف وعصام فايز يقدمان، حتى الآن 17 دقيقة ممتازة جدا. هذا وليد عبد الله يعيدها باتجاه عبد الله صالح. عبد الله صالح إلى علي الحوسني، علي الحوسني إلى عبد الله صالح. شوف أربع لاعبين من الوصل مندفعين للأمام وقريبين من منطقة جزاء عجمان. النوايا واضحة بالنسبة للإمبراطور أنه هو يعادل النتيجة، لكن عجمان عندهم الحلول والإمكانيات والمهارات الكبيرة بالعربي وربعة، قادرين على زيادة غلة الأهداف. لمسة جميلة لم تكتمل، لكن محمد هلال يقدم تمريرة بامتياز كبير باتجاه فراس بالعربي، مرت وطالت إلى خارج الملعب، فيها رمية تماس. المواجهة رقم 20، التاريخ يعطي أفضلية للوصل لأن الوصل عنده 10 انتصارات مقابل 5 انتصارات لعجمان وأربع تعادلات ما بين الفريقين. هكذا هي المواجهات التي جمعتهم في عهد الاحتراف، عهد الاحتراف الذي انطلق في موسم 2008-2009. بلال يوسف لاعب مؤثر جدا، بلال يوسف في هذه المباراة حتى الآن دائما ما تجد خلف التمريرات وخلف اللمسات الجميلة وبداية الهجمات. الضغط بامتياز كبير بالعربي، يبحث عن مواصلة الضغط. تعود الكرة في الجهة اليسرى من أجل المرور، رغم أن الزاوية كانت ضيقة، لكن بمهارة عالية من جانب ميشيل أراوخو استطاع المرور، لم تغادر، لا زالت في أرضية الملعب. يبحث عجمان عن بداية هجمة. الله على لمسة جميلة، المحاولة إلى وليد أزارو، حارس المرمى في اللحظة المناسبة محمد علي يحضر ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، أبعدها من أمام وليد أزارو الذي كان مندفعا. لكن في مشكلة في دفاعات الوصل، في مشكلة في دفاعات الوصل. نعم، أكثر من محاولة لعجمان وأكثر من فرصة وهدفين في أول 14 دقيقة بالنسبة لعجمان. في مشكلة موجودة في دفاعات الوصل، وهذا ما يجعل الوصلاوية يناظرون السيد هلمان كيف سيجد حلا لذلك. والوصلاوية عندهم شيء من القلق في مسألة أن عجمان يضاعف النتيجة كذلك ويستغل الأخطاء الدفاعية والتمركز الدفاعي من جانب لاعبي الإمبراطور في العشرين دقيقة الأولى على مجريات شوط المباراة الأول. 2-1، 2-1 النتيجة. هذه أخبار مفرحة لمحب عجمان، لأن الفريق آخر جولتين ما فاز، آخر جولتين عجمان ما حقق انتصار، تعادل مع الوحدة 2-2، وقبل ذلك خسر من الجزيرة في مباراة الثلاثة لا شيء. ويتذكر محب عجمان أن آخر فوز كان بالنسبة لهم 4-2 في الجولة رقم 21، الجولة رقم 21 آخر فوز، الجولة رقم 22 خسروا، والجولة رقم 23 تعادلوا. نحن الآن في الجولة رقم 24، وهذه الفرصة الوصلاوية يبدأها الإمبراطور عند سالم العزيزي. المكان جميل وسالم العزيزي في طريقة لإبعاد الكرة إلى خارج الملعب، لأن في لاعب ساقط في أرضية الملعب بالعربي، ساقط نعم، هو اللي يتألم في أرضية الملعب، اللاعب فراس بالعربي التونسي ابن 25 عام، اللاعب الذي استطاع عجمان الحصول على خدماته، لاعب مؤثر وإمكانيات رائعة جدا، وياما أسماء كثيرة على مستوى اللاعبين التوانسة والمغاربة اللي حضروا إلى دورينا وتألقوا
وصالوا وجالوا وأمتعوا المشاهد كرة القدم في كل مكان. هذه اللقطة التي من خلالها يسقط فراس بالعربي يغادر أرضية الملعب لإكمال العلاج، ويبدو أنه بصحة جيدة وسيعود مرة أخرى لإكمال المباراة مع فريقه. ٢٢ دقيقة عزيزي المشاهد والمتابع في كل مكان، ولا زالت الأمور عند الاثنين واحد. تقدم الوصل أولا في زعبيل وقلب الطاولة عجمان بعد ذلك. 2-1. لمسة من جانب راميرو بينتي، مطالب بعمل أفضل. راميرو بينتي طالب بعمل أفضل لأنه هو ما قاعد يقدم المردود اللي يساعد فريقه بالذهاب نحو الأمام بصورة أفضل. القميص رقم 8 راميرو بينتي يهدي كرة في الجهة اليسرى، انطلاقة وصلاوية. علي صالح يطلب الكرة، لكن الكرة يفضل الوصلاوي أن يعيدها إلى راميرو بينتي بعد ذلك على مستوى خط الدفاع باتجاه اللاعب حسن إبراهيم. حسن إبراهيم إلى ألكسندر فاسيليفيتش. تغيير المواقع، تغيير الاتجاهات ما بين اللاعبين من أجل إيجاد حل لضرب الدفاعات من جانب عجمان. دفاعات البركان تقدم مباراة جيدة. سالم العزيزي هات وخذ ما بينه وما بين ميشيل أراوخو، لم تكتمل. تعود الكرة مرة ثانية، الله، على استلام من جانب علي سالمين، كانت ممتازة. وبعد ذلك علي صالح مراقب بلاعبين اثنين، لكن الحلول عنده والإمكانيات عنده. بالإمكان أن يتجاوز لاعب ولاعبين وثلاثة، هذه إمكانيات علي صالح، لذلك هو يخطف نجومية الموسم في الكثير من المباريات. علي صالح، علي صالح موسم مرضي جدا بالنسبة للأنصار والمحبين. وهذه كرة إلى وليد أزارو حارس ثلاثية البركان مرعبة، ثلاثية البركان مرعبة، وعن طريق وليد أزارو هذه المرة اللاعب المغربي الذي وصل إلى الكرة، راوغ حارس المرمى وسجل الثلاثية لعجمان. ويا لها من ردة فعل مرعبة يا بركان، يا لها من ردة فعل مرعبة يا عجمان. نعم، الفريق اللي تأخر بهدف في أول 4 دقائق يضرب بالثلاثة. هني وليد، هني وليد حارس المرمى، ليس بهذه الصورة يكون الخروج الموفق يا محمد علي، لأنه لم يتدخل بصورة إيجابية أمام وليد أزارو، وبالتالي وليد أزارو يراوغ، يصل إلى الكرة، يضعها. هكذا تذهب وهكذا تسير وهكذا تعانق الشباك ليعلن عجمان عن هدفه الثالث. 3-1، ردة فعل قاسية جدا من جانب لاعبي عجمان في الشوط الأول. تقدم الوصلاوي أولا، لكن عجمان يأتي بعد ذلك ب1 و2 و3 إلى خارج الملعب، فيها ضربة ركنية. علي الحوسني في حديث مع حكم المباراة، وحكم المباراة اللي أشار إلى وجود ضربة ركنية. وعندنا كذلك وليد عبد الله وأحاديث لاعبي عجمان. هذا وليد، هني اللعبة، هني اللقطة، هذه التصويبة التي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، أصبحت ضربة ركنية. حكم المباراة عاد بعد ذلك، سنشاهد إن كان القرار على وجود ضربة مرمى. نعم، القرار على وجود ضربة مرمى. علي سالمين، بعض الأسماء ما شاهدناها حتى اللحظة، بعض الأسماء ما شاهدنا عملهم، من ضمنهم علي سالمين اللاعب الذي حتى الآن مطالب بعمل أفضل. الخطأ اللي يتسبب من خلال حسن إبراهيم بعرقلة لاعب عجمان، وبالتالي الصافرة من جانب نواف الزيودي أشار على وجود خطأ. 3-1، 3-1، عجمان يضرب بقوة.
عبد الله صالح وخبرته السنوات في إبعاد الكرة. بعد ذلك في حديث مع حكم المباراة يقول الخطأ علي حكم، الحكم يقول له إيه نعم هنالك خطأ، والوصل عليه أن يذهب نحو الأمام إن أراد أن يعيد حظوظه في هذه المباراة. كانت البداية ممتازة، كانت الأمور مبشرة في أول 4 دقائق. محب الوصل تلقوا الأخبار أن فريقهم متقدم بهدف، لكن بعد ذلك أصبحت الأمور إلى عجمان بثلاث مناسبات. هذا لما يقول لك ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نعم، لأن الأمور كانت لمصلحة الوصل في البدايات الأولى، لكن بعد ذلك سرعان ما ذهبت لعجمان. ليس التعادل وليس قلب الطاولة فقط، لكن أكثر من ذلك، فمزيد من الأهداف، وبالتالي الوصل الآن أمام مهمة تقليص الفارق. الإمبراطور يبحث عن هذا السيناريو إلى خارج الملعب، ذهبت إلى ضربة ركنية. لعبة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. عبد الله صالح، مباراة جميلة يقدمها مدافع عجمان، بنية جسمانية رائعة، خبرة السنوات لدى الرقم 3 عبد الله صالح. ضربة ركنية للوصل، ما الجديد يا إمبراطور في هذه اللحظات؟ ما الجديد؟ هل من جديد يقال للفانيلة الصفراء على مستوى العودة وتقليص الفارق؟ الحوسني بالبوكس أبعدها، لكن الخطورة الوصلاوية مستمرة. علي صالح يبحث عن الكرة هي اللي مرت يا علي، الكرة هي اللي مرت يا علي، هو كان يبحث عن المرور عن المراوغة، لكن الكرة هي من هربت من أمامه وذهبت إلى خارج أرضية الملعب. فيها رمية تماس بعد 29 دقيقة. هذه المحاولة هني، لعبة علي اللاعب اللي حاول أنه يعدي، لكن الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. وهذا الرجل يقدم مباراة جميلة، بلال يوسف حتى الآن، وعندنا السيد هلمان ما كان ينتظر هذا السيناريو إطلاقا. هذا المدرب البرازيلي ابن 45 عام، مدرب اللي كان ينتظر من فريقه عمل أفضل، وكان ينتظر من فريقه أداء أفضل، خاصة أن الوصل في ملعبه من أصل 11 مباراة خاضها في هذا المكان فقط تعرض لخسارتين، أمام العين 2-0 وأمام النصر 2-1. ما في فريق أتى إلى زعبيل وسجل في مرمى الوصل أكثر من هدفين إلا عجمان يفعلها اليوم، لأنه يسجل 3-1، لأن الأرقام تقول أن الوصل في هذا الملعب 11 مباراة فاز في 4، طبعا في 4 مناسبات، على شباب الأهلي 1-0، وعلى العروبة في النتيجة الأكبر 5-0، وأمام الإمارات فاز الوصل 3-0، وأمام الوصل وأمام الظفرة عاد الوصل منتصرا بهدف. عنده 5 تعادلات في أرضية ميدانه، لكن هذه محاولة خطيرة ولا زالت الخطورة. الحوسني من المنتظر في هذا الملعب 5 تعادلات للوصل، 1-1 مع خورفكان، 1-1 مع الوحدة، وأيضا هدف لهدف مع اتحاد كلبة، ونتيجة سلبية في مناسبتين 0-0 مع بنياس ومع الشارجة، وكما ذكرت الخسارتين من العين ومن النصر. العين سجل عليه 2-2، والنصر سجل 2-1. ما في فريق أتى إلى زعبيل وسجل أكثر من 2 في مرمى الوصل إلا عجمان يفعل هذا السيناريو، وفي شوط 1. الله يا وليد، والخطأ في مكان خطير، الخطأ في مكان خطير بعد عمل كبير من وليد عبد الله. راوغ وعد وتقدم للأمام وواصل المسير واقترب بصورة كبيرة من مرمى محمد علي، لكن العرقلة تأتي، والبطاقة الصفراء يبدو من جانب حكم المباراة على لاعب الوصل ألكسندر. سنشاهد لعيب يا وليد في اللقطة الماضية، عمل جميل ومهارة عالية، وعندنا أكثر من لاعب من جانب عجمان عنده إمكانيات جميلة، أحدهم هذا الرجل اللي هو يكون اللاعب فراس بالعربي الذي سجل هدفا جميلا هذا المساء ويبحث عن المزيد.
نواف الزيودي في حديث مع حائط الصاد، وعندنا هذا الرجل ذو الإمكانيات الجميلة التونسي فراس بالعربي. يا له من لاعب ويا لها من إمكانيات جميلة عند فراس بالعربي، قدم يسرى هائلة لدى التونسي بالعربي الذي سيكون الأقرب لتنفيذ الخطأ. وعجمان يبحث عن الرباعية، هذا اللي يفكر فيه عجمان الآن. البركان في شوط واحد يبحث عن رباعية تاريخية في شوط واحد. الله يا معلم يا معلم يا معلم، يا كبير أنت يا كبير، ومن يقدر على ذلك سواك يا فراس بالعربي. يضعها بصورة كبيرة، وهو الكبير التونسي بالعربي الذي نجح في تنفيذ خطأ، وبالتالي بصورة جميلة ثبت الكل وحرك الشباك. مرعبة النتيجة، كبيرة النتيجة، في شوط واحد يصول ويجول هذا البركان الخطير الذي يحرك شباك الوصل في أربعة مناسبات. لكن يا هي لعبة حلوة، حطها مشاها، سارت كما يريد بالعربي تماما في مرمى محمد علي. تتواصل الأهداف بل وتزداد كميتها في شوط واحد. من يقدر على ذلك سوى عجمان في زعبيل، لأن كل الزائرين إلى هذا الملعب ما تمكنوا من تحريك شباك الوصل إلا في مناسبتين كأكثر ما يكون طبعا، لكن عجمان في ثلاث مناسبات وأصبحت أربعة مناسبات، وهذا كله في شوط واحد يا هلمان. ولعل التساؤل الآن بالنسبة لمحب الوصل، ما الذي يحدث في هذا الشوط يا إمبراطور؟ ما الذي يحدث في هذا الشوط يا وصلاوي؟ ما الذي يحدث في هذا الشوط يا الأصفار؟ في زعبيل حيث التاريخ كل التاريخ، في زعبيل حيث التاريخ كل التاريخ، نعم، وحيث الذكريات وحيث البطولات وحيث نجوم كرة القدم، وحيث في هذا المكان الذي استعصى على الكثيرون. لكنه في شوط واحد علامة استفهام كبيرة يا هلمان على فريقك في 35 دقيقة الأولى، وعلامة من السعادة والفخر الكبير بالنسبة لمحب عجمان، وهو يشاهد فريقه يتقدم في مناسبة ومناسبتين وثلاثة وأربعة مناسبات كاملة. هذا ما يفعل عجمان في زعبيل عزيزي المشاهد، هذا ما يفعل عجمان هنا في دانة الدنيا دبي. أصبحت الكرة في الجهة اليمنى، مرت إلى خارج أرضية الملعب، يعني حتى على مستوى هدف الوصل الكرة اللي اشترك فيها علي صالح، وكنا نعتقد انه هو اخر من لمسها، لكن يبدو ان اخر من لمسها كانت قدم المدافع ميرال. يعني الاهداف الخمسة المسجلة في المباراة كلها بتوقيع لاعب عجمان، كلها بتوقيع لاعب عجمان، لان هدف الوصل عن طريق الخطأ ما بين ميرال طبعا المدافع بالقميص رقم 6 وما بين علي صالح، لكن يبدو انه هو اخر من لامسها وارسل الكرة في الشباك، وبالتالي الهدف يحتسب لي طبعا أو يسجل باسم ميرال بالخطأ في شباكه. بعد ذلك أربعة أهداف كاملة لعجمان، يكون بهالسيناريو الأهداف كلها عجمان اللي سجل، حتى هدف الوصل كان بأقدام لاعبي عجمان. آيا غوران، آيا غوران بعد تجديد العقد، بعد تجديد العقد ما بينه وما بين عجمان للسنوات، هذه نتيجة كبيرة ويبدو أن الأمر قد يتسع أكثر. حارس المرمى في اللحظة المناسبة، حارس المرمى في اللحظة المناسبة يتدخل ويحرم عجمان من خماسية في الشوط الأول. وليد أزارو، لم تكتمل هذه اللعبة، ترجع إلى حسن إبراهيم، إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. هذه اللعبة كان رايح لها في كان ماشي، كان منطلق، لكن حارس المرمى محمد علي هذه المرة الخروج كان جيد في اللحظة المناسبة، أبعد الكرة. عجمان يريد المزيد،
يصول ويجول ويبحث عن المزيد هذا المساء. أمام الوصل ومسجل أربعة ويبحث عن المزيد. ياهو عجمان اليوم بصورة ممتازة بثوب الكبير عجمان اليوم. نعم نعم بثوب الفريق الكبير يرتدي أن يقابل الوصل وفي زعبيل ويذهب نحو الأمام والفريق تأخر بهدف. يعني كل هذه الضغوطات ويعود ليسجل أربعة في شوط أول حتى لو كان في أخطاء دفاعية وصلاوية، حتى لو كان في تواضع من جانب الوصل في الأداء، لكن يحسب لعجمان ردة الفعل استغلال الفرص وتسجيل الأهداف. كلما حضرت فرصة كلما استغلها عجمان بصورة جيدة إلى خارج الملعب تحولت إلى ضربة مرمى. جيلبرتو أوليفيرا 38 دقيقة المتبقي، 7 دقائق على مجريات شوط المباراة الأول. ماذا بالإمكان أن يفعل السيد هلمان لعودة فريقه والنتيجة أصبحت متسعة؟ عنده وقت، نعم عنده وقت، الوقت لا زال طويل. تكلم عن وقت في الشوط الأول قرابة 7 دقائق غير الوقت المحتسب بدل الضايع، وعنده شوط ثاني بأكمله، لكن الفوارق أصبحت متسعة. كرة قدم كل شيء فيها وارد، لكن عندما تتسع الفوارق تصعب بعد ذلك الأمور بصورة أكبر. وهذه لعبة خطيرة، عجمان لا زال يحاول يبحث عن المزيد من خلال الجهة اليمنى التي يتحرك فيها محمد هلال. عودة في اللحظة المناسبة من إدريلسون، ضربة ركنية محمد هلال، مباراة جميلة يقدمها محمد هلال هو الآخر. محمد هلال يقدم مباراة أخطاء دفاعية عند الوصل، أخطاء في التمرير، أخطاء في التمركز، عمل هجومي حتى الآن لا يعمل بصورة جيدة، غياب من جانب علي صالح، ما شاهدنا بنتي إلا بلمسات متواضعة جدا. جيلبرتو وأراوخو ضمن القائمة موجودين في أرضية الملعب، غياب تام عن الفاعلية. عندنا ضربة ركنية، هل من مزيد يا عجمان؟ هل من مزيد يا عجمان؟ هذه الضربة الركنية ترسل للأمام، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. رمية تماس تعود المحاولة، هجمة يبدأها أراوخو. علي سالمين في وسط الملعب، علي سالمين في تباطؤ، كان بالإمكان أن يذهب بصورة أسرع لكنه يحتفظ بالكرة، يعيدها إلى حسن إبراهيم. حسن إبراهيم في الجهة اليسرى، أعطوا فرصة للاعب عجمان للرجوع، تمركز، تسكير المساحات، تغطية الأطراف بصورة جيدة، وبالتالي هذا التباطؤ الذي كان في تحضير الكرة سمح في كل ذلك. كان بالإمكان علي سالمين أن يذهب بتمريرة أسرع وأن يذهب لقيادة هجمة بصورة أكثر سرعة، لكنه سرعان ما عادت الكرة لمصلحة الوصل مرة أخرى. علي صالح يتواجد في الخلف الآن بعدما شاهد أنه معزول تماما ومراقب بصورة كبيرة. لمسات حلوة، هاتخذ، ما اكتملت، يسلم ويستلم علي صالح في اللعبة الماضية، يسلم لعيبة الوصل ويرجعون الكرة مرة ثانية، وبالتالي كان ما بين سلمني وأسلمك تمريرات علي صالح. أصبحت في الجهة اليسرى، عجمان يريد أن يعود نحو نتائجه الإيجابية. نعم الجولة الماضية تعادل مع الوحدة 2-2 وكانت نتيجة إيجابية، لكن عندما تشاهد عجمان في آخر 6 جولات يعني تشعر بالتراجع الذي لم يكن منتظرا، لأن عجمان في آخر 6 جولات فوز وحيد على خورفكان وتعادل وحيد مع الوحدة وأربعة خسائر تلقاها. يبحث عجمان عن التخلص من هكذا أرقام ويبحث عن عودة بصورة أفضل نحو نتائج إيجابية. آخر 3 دقائق في الشوط الأول، عندنا ضربة ركنية لمصلحة الوصل الآن،
عليه أن يسجل إذا ما أراد أن تكون له طبعا الأمور بصورة أفضل في هذه المباراة. جول جول يسجل الوصل. نعم هذا اللي كنت أقوله، كنت أقول أن الإمبراطور إذا أراد أن تعود له المباراة بشكل أفضل ويعود له الأمل عليه أن يسجل، وبالتالي المدافع ألكسندر المتقدم للأمام، هذا المدافع الذي يدافع عن حظوظ الوصلاوية كان في مكان جميل. وين الرقابة؟ وين المدافعين؟ غابوا تماما وقدموا كرة مثالية جدا لألكسندر الذي وضعها برأسه دون وجود مضايقة ودون وجود حصار، سجلها في مرمى علي الحوسني ليعود الوصل بأماله في المباراة 4-2. نعم أصبحت النتيجة 4-2، أصبحت النتيجة مباراة الأهداف الستة في شوط المباراة الأول. عاد خذ لك أخطاء دفاعية بالكيلو مثل ما يقولون، أخطاء دفاعية كبيرة جدا في التمركز، في التمرير، وفي كثير من الأحيان كذلك من حيث التغطية وغيرها من الأمور. لكن مشاهد كرة القدم يستمتع بستة أهداف كاملة في شوط المباراة الأول، ونحن على بعد أقل من دقيقتين على مستوى الوقت الأصلي المتبقي لزمن شوط المباراة الأول. الرقم 3 بالنسبة للوصل بالمناسبة يحضر بقوة في آخر 4 جولات، في آخر 4 جولات لو تشاهد فيها نتائج الوصل رقم 3 يحضر في أغلب المباريات، لأنه هو خسر من العين بالثلاثة وخسر من النصر كذلك بالثلاثة وفاز على الإمارات بالثلاثة، وبالتالي رقم 3 كان حاضرا في كثير من مباريات الوصل في الجولات الأربع الأخيرة. نعم حارس المرمى أبعدها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. يقترب الشوط الأول من نهاية شوط الأهداف الستة، شوط الأهداف الستة، والأمور لا زالت فيها الاحتمالات موجودة بعد ما سجل الوصل هدف وقلص الفارق إلى هدفين، يعني كان الفارق متسع إلى 3 أهداف وكان مريحا، لكن الوصل قلص الفارق إلى هدفين ولا زال شوط ثاني بأكمله أمام الوصل، وفارق الهدفين ليس بالفارق الكبير، لكنك راح تشوف مباراة ما بين أن عجمان يبحث عن توسيع الفارق ب5 و6 وما بين الوصل يبحث عن 3 و4 لمعادلة النتيجة وقلب الطاولة. هني المباراة المثيرة التي ننتظرها بعد ذلك، سيناريو ما بين غوران الصربي وما بين هيلمان البرازيلي. هيلمان البرازيلي سيغامر لا شك في ذلك، النتيجة ما هي عاجبتنا أطلاق، راح يغامر سيد غوران، سيبحث قدر الإمكان عن التعامل بصورة هادئة، نزعة دفاعية، الاعتماد على المرتدات. وليد أزارو يبحث عن المرور، حارس المرمى حصلها بهذا الهدوء. محمد علي كرة أرسلها في وسط الملعب، الاستقبال من جانب ميرال، عاد على طريقة الكبار ميرال، دوران ودورة كاملة وإرسال كرة في الجهة اليمنى باتجاه اللاعب محمد إسماعيل، لمسة إلى بلال يوسف، محمد هلال، محطة مهمة جدا في وسط الملعب. كلما بدأ عجمان محاولاته الهجومية كلما كانت لمسات محمد هلال وعصام فايز وبلال يوسف كمحطة مهمة جدا في تمرير الكرات وإرسالها باتجاه وليد أزارو أو بالعربي أو سعيد جاسم على مستوى المقدمة. الوقت المحتسب بدل الضايع كان طبعا محتسبا ب4 دقائق، مر منا دقيقة، المتبقي 3 دقائق. الشوط الأول بكل الأحوال سيكون لعجمان للبركان، حتى لو سجل الوصل هدف راح يكون 3-4، وبالتالي عجمان في الشوط الأول سيكون متقدما بكل الأحوال، لكن الوصلاوي يقول لك إنها تكون 3-4 أفضل بكثير من إنها تكون 2-4. هذا ما يخبئه الوصلاوي الآن من خلال هذه الكرة الملعوبة، لكن عبد الله صالح بامتياز كبير. هنا علي يبحث عن المرور، حافظينه
حافظينه وعارفينه ومتمركزين عدل. كلما وصلت الكرة إلى علي صالح كلما كان دفاع عجمان في قمة اليقظة. واقفين عدل، متمركزين عدل، يسكرون عليه المساحات اللي يفضلها علي صالح، وبالتالي لا يظهر اليوم. سيد قوران دارس عدل لعيبة الوصل وتحديدا علي صالح مصدر الخطورة الدائم. كرة عالية إلى خارج الملعب في الشباك الخارجية. هذا هو السيد قوران، 50 سنة، المدرب اللي جدد سنتين مع عجمان. وأنا قلتها عجمان، الفكر الإداري دائما الاستقرار عامل مهم جدا وعامل رئيسي بالنسبة لهم، وهذا أحد أسرار النجاح في كرة القدم بالمناسبة، أنك تكون مستقر، اختياراتك صحيحة وتستمر لفترة طويلة. ما هو مدرب جاي ومدرب رايح، مدرب جاي مدرب رايح، لاعب أجنبي جاي لاعب أجنبي رايح، كثير من الفرق بهذه الصورة. لكن بالنسبة لعجمان الاستقرار على طريقة عبد الوهاب عبد القادر الذي استمر سنوات، وبعد ذلك أيمن الرمادي سنوات، وقوران يبحث كذلك عن مواصلة السنوات التي سيقضيها في بيت عجمان، ويقدم حتى الآن شوط أول مرضي جدا بهكذا أهداف 4 وفي زعبيل. وعندنا الكسندر اللاعب الذي سجل للوصل هدف ثاني، هو من يحصل على بطاقة صفراء. كرة عالية للأمام باتجاه وليد تقطع بصورة ممتازة. الهدف الوصلاوي اللي سجله الثاني أعاد الروح بصورة جيدة للوصل، وصل الذي كان منهارا في أجزاء كبيرة من الشوط الأول عادت له الحياة بعد الهدف الثاني الذي سجله برأسية اللاعب ألكسندر فاسيليفيتش. بالتالي الآن يبحث عن عودة الفريق وروح الفريق واستثمار اللحظات الأخيرة من الشوط الأول كأفضل ما يمكن. وهذه لعبة خطيرة، الله ميشيل أراوخو، الاستلام والتحضير والتصويب كان بصورة جميلة لكنها لم تكتمل. تعود الكرة مجددا في الجهة اليمنى باتجاه سالم العزيزي اللي يرسلها عالية في منطقة الجزاء، تصويبة أخرى مرت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ضربة مرمى. خلاص الشوط الأول عزيزي المشاهد والمتابع ينتهي بصافرة حكم المباراة. عجمان متقدم على الوصل 4-2 في هذا الشوط. مباراة الأهداف الستة كانت مثيرة في شوطها الأول، ننتظر الشوط الثاني بإذن الله تعالى أن يكون مثيرا. إلى ذلك الحين تحياتي فهد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، عودة مرة أخرى إلى مجريات شوط المباراة الثاني الذي يجمع الوصل بعجمان هنا ضمن مباريات الجولة رقم 24 لدوري أدنوك للمحترفين. دورينا أصبح في نهاياته الأخيرة، وأصبحت الفرق التي طبعا نشاهدها في منتصف جدول الترتيب تتمنى أن تتقدم خطوة للأمام من أجل مركز أفضل، هكذا طموحاتهم، كما هو الحال بالنسبة لمباراة اليوم التي استمتعنا من خلالها بالشوط الأول بستة أهداف كاملة. عجمان والوصل في الشوط الأول مباراة الأهداف الستة، تقدم الوصل بهدف وبعد ذلك عجمان ضرب برباعية وعاد الوصل ليقلص الفارق، أصبحت 4-2. هكذا انتهى شوط المباراة الأول ما بين الفريقين. شوط الثاني السيد هيلمان سيذهب نحو الأمام ويفكر بالمنظومة الهجومية ليس إلا
لأنه يبحث عن العودة ويبحث عن تقليص الفارق. غانم أحمد اللاعب الذي يرتدي القميص رقم 60 هو اللاعب البديل لعلي سالمين. نعم علي سالمين ما قدم في الشوط الأول الكثير، وهذا اللي ذكرته في الشوط الأول، إن لا علي سالمين ولا مجموعة من الأسماء الوصلاوية أرضت هؤلاء الشباب الحاضرين، الأطفال المتواجدين بالقمصان الصفراء اللي كانوا ينتظرون من فريقهم الوصل عمل أفضل. شوط أول لم يقدم الوصل ما يرسم السعادة على مدرجة، وبالتالي يبحث عن شوط ثاني يكون أفضل. من جانب عجمان شوط أول مرضي جدا على مستوى النتيجة وإنهاء الفرص واستثمارها بصورة جميلة، حتى الأهداف اللي سجلوها بالمناسبة كانت جميلة ورائعة، ما بين فراس بالعربي هدفين، وليد أزارو هدف، سعيد جاسم هدف، المنظومة الهجومية عملت بصورة كاملة. الشوط الثاني ينطلق وحكم المباراة الذي أعلن عن بداية الشوط الثاني الوصل يدفع بغانم أحمد كما ذكرت في بدايات الشوط الثاني بديلا لعلي سالمين، ويبدو أن السيد غوران يحافظ على نفس القائمة التي بدأ فيها المباراة، كيف لا يحافظ عليها وهي التي ضربت الإمبراطور الوصلاوي في شوط واحد برباعية. كرة إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. ما الجديد في هذا الشوط؟ هل يستمر عجمان متقدما بالنتيجة أم أن الوصل له رأي آخر؟ هذا السيناريو الذي نتطلع من خلاله لمتابعة الحصة الثانية، ما بين رغبة الوصل في العودة وما بين رغبة عجمان في الحفاظ على الفارق، طبعا فارق الأهداف 4-2 فارق الهدفين. كرة إلى حارس المرمى، حصلها محمد، محمد علي أرسلها عالية للأمام باتجاه جيلبرتو، باتجاه أراوخو، باتجاه الأسماء الهجومية التي من المنتظر أن تقدم الأفضل. شوط أول لم يكن عطاؤها ولا مردودها مقبولا بصورة كاملة، أصبحت وصلاوية. عبد الله خميس في مسألة الاستلام، عبد الله خميس بالقدم اليسرى، علي صالح لمسة سريعة من جانب علي صالح مرت إلى خارج الملعب. هذا هو بلال يوسف أحد الأسماء الجميلة في الشوط الأول. هلمان مدرب الوصلاوي منذ عام 2020، المهارة من جانب علي صالح، تمريرة للأمام مرت إلى خارج أرضية الملعب، أرسلها باتجاه أوليفيرا، جيلبرتو أوليفيرا، لكن عبد الله صالح يواصل عمله الجيد الذي كان عليه في الشوط الأول، وصلابة دفاعية وقدرة كبيرة على التعامل مع القوة الهجومية الوصلاوية أوليفيرا وأراوخو. مرت إلى خارج الملعب مرة أخرى رمية تماس. أربعة اثنين نتيجة الشوط الأول. مباراة الأهداف الستة في 45 دقيقة ترفع من سقف الطموحات بالنسبة لمتابع هذه المواجهة، زيادة الأهداف وغلة الأهداف وتحريك الشباك، هذا ما ينتظر من خلال الشوط الثاني. أكبر انتصارات عجمان هذا الموسم كانت بالأربعة، 4-2 على خورفكان و4-3 على اتحاد كلبة. لو سجل عجمان اليوم أكثر من أربعة وصل إلى الرقم 5 راح يكون أكبر انتصاراته هذا الموسم. كرة في وسط الملعب، لكن دائما عبد الله صالح المدافع القوي أبعد الكرة، محمد علي حصلها، فرصة وصلاوية في الجهة اليسرى تبدأ عن طريق اللاعب عبد الله خميس. عبد الله خميس يحاول ميرال، صافرة من جانب نواف الزيودي على وجود خطأ ضد ميرال. مدافع عجمان المدافع السلوفيني 35 سنة يقدم مستوى جميل مع فريق عجمان، وهذه بالمناسبة الكثير من المحللين المتابعين لدورينا
دائما ما يتحدثون مع 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 فرق دورينا على ان الاستعانه بمنظومه دفاعيه من اللاعبين الاجانب مهمه جدا. هذه فرصه ومحاوله خطيره، وليد يبحث عن المرور اكمال المهمه، لكن الكسندر في هذه الوضعيه يبعدها الى خارج ارضيه الملعب. هذا هو الكسندر فاسيليفيتش، يفتقد الوصل للاعبه الكبير عبر سنوات طويله ليما الذي افتقده دورينا بداعي الاصابه. عجمان يلعب بثلاثه محترفين بعد رحيل بوبكر تراوري، هكذا بعض المعطيات التي تسبق المواجهه. عندنا حكم المباراه يشير الى صافره وخطا ضد اللاعب عصام فايز. شوف لمصلحه عجمان الان انه هو يهدي الامور، لمصلحة عجمان ان اللعب مثلا يتوقف في فترات اكثر، الامور تكون هادية، ما يكون في استعجال من جانب الفريق، لان هذا السيناريو يجعل عجمان يحافظ على فارق المباراة 4-2. لذلك سيبحث لاعبي عجمان عن مسألة تهدئة الامور قدر الامكان، يجعلون لعيبة الوصل يمررون كرات في ملعبهم بهذه الاريحية، لكن بمجرد ان الوصلاوي يدخل في منتصف ملعب عجمان سيكون هنالك مضايقة مستمرة. محمد هلال سرعان ما يعود في منتصف ملعبه، يبحث الوصل عن جر لاعبي عجمان للمقدمة، لكن لعيبة عجمان لسان الحال يقول احنا ليش نروح للامام، ما احنا متقدمين 4-2، نظل في منتصف ملعبنا والمنافس هو اللي محتاج يندفع للمقدمة. وهذا بالتالي ما يفكر به السيد قران، انطلاقة وصلاوية من جانب عبد الله خميس، لعبة خطيرة مرت إلى خارج الملعب. هذا هو جيلبرتو أوليفيرا، جيلبرتو أوليفيرا الكرة العرضية التي حضرت، يو وصل براسه لكنه لم يضبط الاتجاهات، لم يضبط الاتجاهات، راحت عدت إلى خارج أرضية الملعب في محاولة وفرصة للوصل برأسية جيلبرتو أوليفيرا. سلامات لاعب عجمان اللي ساقط في أرضية الملعب، وعندنا السيد غوران الآن في حديث مع لياندرو، لياندرو بالقميص رقم 11 اللاعب الذي يأخذ التعليمات الآن. لياندرو لاعب مهاري ولاعب سريع، ويحتاجه السيد غوران الآن. واحد يقول لك السيد غوران متقدم ليش يدفع بلياندرو، لأن لياندرو من اللعيبة السريعين المهاريين بالكرات المرتدة في ظل اندفاع الوصل، ممكن يتسبب لك بخطورة وإزعاج مستمر للمنظومة الدفاعية الوصلاوية. هذا اللي يفكر فيه غوران، هذا اللي يفكر فيه غوران. ضربة مرمى علي الحوسني، هذه هي الأهداف الستة المسجلة في الشوط الأول، 4 لعجمان و2 للوصل. هل من مزيد؟ الشوط الثاني لا زال هادئا. لو تذكرون الشوط الأول في مثل هكذا وقت كانت الأمور 1-1، أول 7 دقائق هدفين من بداية الشوط الأول، لكن في بداية الشوط الثاني الأمور لا زالت هادئة حتى اللحظة. بالعربي يحاول مر من 2، كاد أن يكمل المسير، لكن حسن إبراهيم يتدخل الصافرة على وجود خطأ لمصلحة فراس بالعربي، لاعب مؤثر في دورينا، أهدافه جميلة، مهاراته عالية، صفقة ناجحة بكل المقاييس بالنسبة لعجمان. عندنا لياندرو، نعم لياندرو هو اللاعب الذي يختاره الآن السيد غوران للنزول إلى أرضية الملعب. بنزول اللاعب لياندرو خروج محمد هلال راح تنشط الجهة اليمنى بصورة كبيرة جدا لعجمان، لأنه هو لاعب متحرك ولاعب سريع ولاعب إمكانياته جميلة خاصة في الجهة اليمنى. على مستوى المنظومة أصبحت الأمور الآن على مستوى المنظومة الهجومية، نعم لاعب نشيط جدا لياندرو ومهاري، وسنشاهد إمكانياته في الدقائق التي اختاره فيها السيد غوران للنزول إلى أرضية الملعب.
الوصل ما بين نارين، يقول لك الآن أهاجم وأذهب للأمام وبالتالي عجمان لربما يزيد من غلة الأهداء. طيب أدافع وأسكر، ما أنا محتاج أني أسجل على أساس أن ما بين السيد هلمان أنه هو يذهب للأمام، ما بين أنه هو كذلك يذهب ويؤكد على مسألة دفاعه، خاصة أنه عانى في الشوط الأول من ضعف دفاعي كبير أدى إلى أهداف بسبب أخطاء دفاعية في التمركز. أصبحت الآن في الجهة اليمنى انطلاقة لعجمان، وصلت الكرة باتجاه حسن إبراهيم، أي خطأ دفاعي. الوصل راح يكلف الكثير، راح يتسع الفارق إلى 3 أهداف بعد ذلك. عجمان اللي بدأ الموسم بفوز على النصر 3-0، كانت بدايته عجمان جميلة في الدوري. النصر كان جاي وهو مرشح بقوة أنه يكون منافس شرس على بطولة الدوري. أول جولة كانت الأصابع كلها تشير إلى أن العميد سيذهب في تلك المباراة نحو فوز، ولربما يكون فوز عريض، لكن اللي راح للفوز العريض هو عجمان في الجولة الأولى أمام فريق النصر. هذه محاولة خطيرة، ميشيل أراوخو ليس بهذه الصورة، ترسل الكرات يا أراوخو، كانت بحاجة إلى دقة أكبر وقوة أكبر كذلك في التعامل مع اللمسة التي أرسلها ميشيل أراوخو. مرت فرصة ومحاولة وصلاوية تصدى لها علي الحوسني بامتياز. محمد علي تمريرة على مستوى الجهة اليمنى، الوصل يبدأ محاولة في هذه اللحظات، لكن شوف عجمان، شوف عجمان الروح المعنوية بالنسبة لهم عالية، يقاتلون من أجل الحفاظ على هذه النتيجة. مكاسب الشوط الأول كانت في قمة الامتياز، لا يريدون خسارة جهود كبيرة بذلوها في الشوط الأول. من الجانب الآخر الوصل يبحث عن تقليص الفارق والعودة إلى المباراة، تم إبعادها، تعامل جميل في إبعاد الكرة، مرت وطالت إلى خارج أرضية الملعب. سعيد جاسم حاول اللحاق بكرة عصام فايز، كانت قاسية، كانت بعيدة طويلة، لم يستطع سعيد جاسم الحصول والترويض في اللعبة الماضية. أصبحت وصلاوية مجددا على مستوى عبد الله خميس، عبد الله خميس يناظر الزملاء، يجد صعوبة في تمرير الكرات لأن لاعبي عجمان في كل مكان يتواجدون في منتصف الملعب. تغطية جميلة وعمل حتى الآن محكم، جوران ولاعبيه يقدمون عمل دفاعي جميل. الوصل من الجهة اليسرى، العرضيات خطيرة للإمبراطور إلى خارج الملعب، فيها ضربة ركنية، ضربة ركنية، عبد الله خميس يحاول لكن كرته إلى خارج الملعب. بالمناسبة الوصل قلص الفارق في الشوط الأول من ضربة ركنية لما نجح ألكسندر في استغلال الضربة الركنية وتسجيل هدف الوصل الثاني، وعاد الوصل بعد ذلك بأمال أفضل. الآن المحاولة الوصلوية بالرأس، لكن الحوسني هذه المرة يصل إلى الكرة والفرصة الوصلوية قائمة. تتواصل المحاولات الوصلوية من أجل المرور، عصام فايز يقول لا مجال للمرور، يجب أن تتوقف الكرة عند هذه المحطة، هكذا بالنسبة لعصام فايز. الوصل لا زال يحاول، الله على مرور جميل، على عرضية ممتازة، على فرصة وصلاوية. بدأ الوصل بالذهاب نحو المقدمة بصورة أكبر. عبد الله خميس القدم اليسرى، العرضية، وليد أزارو على مستوى الاستلام بالعربي والمهارات. هذا الياندرو، هذا الياندرو، هذا اللي قلت لك عليه، غوران نزل لمثل هكذا مناسبات المرتدات، غوران اختار من أجل هكذا مناسبات، يعرف تماما سيد غوران أن الوصل سيذهب للأمام، إذا ما كان في الدقيقة 60 يكون في الدقيقة 65، أقل من ذلك، أكثر من ذلك بقليل، لكن مصير الأمور يذهب الوصل للأمام. لذلك اختار لياندرو، متى ما قرر الوصل أن يذهب للأمام سيكون كرت لياندرو حاضرا بعد ذلك. السرعة والمهارة والمرتدات، هكذا يفكر السيد غوران.
كرة في وسط الملعب، عصام فايز تحرك جميل في الشوط الأول ويواصل في الشوط الثاني. تصادم من جانب لاعب الوسط. سلامات. الزملاء الربع تصادموا في اللعبة الماضية. علي صالح أرسل الكرة في أقصى الجهة اليمنى. الوصل لا زال يحاول، في اثنين من لاعبة الوصل في أرضية الملعب، لكن الوصلاوية ما أبعدوا الكرة. اللي أبعدها هو لاعب عجمان. عبد الله صالح هو اللي أبعدها إلى خارج هني. الأصدقاء الزملاء الربع تصادموا، كل منهم رايح باتجاه الكرة، وبالتالي هذا التصادم الذي حدث كان موجعا للاعبين الاثنين. أتمنى لهم السلامة بإذن الله تعالى، وأن تكون الأمور طيبة، يرجعون يكملون المباراة. لكن تصادم كان قوي ما بين اللاعبين الاثنين، الكل منهم كان يبحث عن الكرة، الكل منهم كان يبحث عن قطع الكرة الماضية. راميرو بينتي هذا اللاعب الذي شوف لاعب عجمان هرب منهم، كان ذكيا فراس بالعربي. هم الاثنين كانوا رايحين لفراس بالعربي، لكن فراس بالعربي هوبا من فوق الاثنين قفز، وبالتالي جعل التصادم ما بين لاعبي الوصل، وكان التصادم موجعا. لكن ولله الحمد أشاهد راميرو بينتي يعود بسلامة، ويبدو كذلك أن لاعب الوصل الآخر إدريلسون سيلفا هو الآخر، اللاعب البرازيلي ابن 24 عام المدافع، يعود لإكمال المباراة. لم تتغير النتيجة حتى الآن، نتيجة الشوط الأول لا زالت صامدة عزيزي المشاهد والمتابع في كل مكان. نتيجة الشوط الأول لا زالت صامدة حتى الآن، 4-2، ما تغيرت الأمور ولا تبدلت. لا الوصلاوي قلص الفارق ولا عجمان زاد الغلة، وأصبحت الأمور عند 4-2 نتيجة الشوط الأول. عجمان متمسك فيه، عجمان ما عنده مشكلة في النتيجة، يقول لك نتيجة حلوة بالنسبة له. 4-2 نتيجة حلوة، نتيجة مرضية، نتيجة يبحث عن إنهاء المباراة عليها بنفس الصورة. المشكلة عند الوصلاوية ما راح تكون مرضية إطلاقا. في زعبيل النتيجة 4-2 قاسية جدا على الإمبراطور، لكن الوقت لا زال كافيا للعودة. هذا تدخل، وحكم المباراة أشار على وجود صافرة وخطأ. تأخر بالصافرة نواف الزيودي، لكنه بعد ذلك أطلق الصافرة وأشار على وجود خطأ لمصلحة سالم العزيزي. هذه اللعبة اللي كانت ما بين وليد عبد الله وما بين العزيزي، ثلاثة وستين دقيقة، لا زال الوقت طويلا، لكن المؤشرات الهجومية قلت في الشوط الثاني، العمل الهجومي قل في الشوط الثاني. سلامات في لاعب كذلك من جانب عجمان اللي هو وليد عبد الله ساقط في أرضية الملعب. يكلمون حكم المباراة، يقولون الوقت يا حكم، ونواف الزيودي يتحدث مع لاعبي الوصل، يقول لهم ترى كل شيء بالنسبة لي مقدر بصورة جيدة، ما يهدر من وقت في طبعا الشوط الثاني، الوقت الأصلي سيتم احتسابه كوقت محتسب بدل ضايع. هكذا حديث نواف الزيودي مع لاعبي الوصل. وهنا علاج اللاعب وليد عبد الله التي طبعا الإصابة التي كانت في اللقطة الماضية، ونتمنى له السلامة بحول الله تعالى. يقوم وليد، والأخبار يبدو أنها مبشرة بعودته إلى أرضية الملعب إكمال المباراة. الآن هو يغادر من أجل تلقي العلاج، لكن يبدو أن هي لحظات قليلة، ويطلب الإذن بالعودة مرة أخرى إلى أرضية الملعب. بعض الأسماء اللي تجري الإحماء منها نوفاك لاعب عجمان، نوفاك فوغفيتش بالقميص رقم 15 هو الآخر يجري عملية الإحماء. وعندنا محاولة لمصلحة فريق نادي الوصل،
الوصل الذي لا زال باحثا عن تقليص الفارق. راميرو بنتي القدم اليمنى يأتي بتصويبه. شوف كم لاعب وصلاوي في منطقة الجزاء. كلما مر الوقت زادت الضغوطات أكثر على الوصلاوية. مية مية لاعب عجمان بامتياز كبير. سعيد جاسم المهاجم الذي يقدم واجباته الدفاعية باتجاه عبدالله خميس اللاعب الوصلاوي الذي أبعدها برأسه مرت إلى رمية تماس. غادرت إلى خارج الملعب رمية تماس. آخر أربع مباريات ما بين الفريقين، الوصل فاز في مناسبتين والتعادل حضر في مناسبتين. سلامات لاعب الوصل إدريلسون سيلفا. التصادم اللي كان ما بينه إدريلسون سيلفا ما بينه وما بين بنتي، هو حاول قدر الإمكان يتحامل على ذلك الاشتراك، لكن يبدو أن الإصابة موجعة. نعم، الله على مرور جميل من جانب اللاعب أراوخو والهدف الأول الذي سجل لمصلحة الوصل. بعد ذلك الوصل كذلك سجل هذا الهدف الثاني برأسية اللاعب ألكسندر، لكن لحظتها كان عجمان مسجل أربعة قبل هذا الهدف. تقدم الوصل بهدف، سجل عجمان رباعية، عاد الوصل ليسجل برأسية ألكسندر هدف ثاني. وأنا مثل ما ذكرت السيد هلمان، كلما مر الوقت كلما فكر الآن بالمغامرات الهجومية. كلما مر الوقت كلما ذهب السيد هلمان إلى 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 حل المغامرات الهجومية. ليس لمصلحة هلمان ولا الوصلاوية أن تبقى الأمور على ما، وبالتالي عليه أن يبحث عن حل. ما يرضى بالواقع، عليه أن يبحث عن حل، والحل بحاجة إلى مغامرات في بعض الأحيان. ممكن تعود للمباراة وممكن تضاعف عليك النتيجة لكن عليك أن لا ترضى بالواقع. الواقع يقول أن عجمان لا زال بفارق هدفين متقدم 4-2. عجمان يقول لك والله يا ليتها فرصة لهدف خامس وأنهي كل شيء. الوصلاوي يقول لك يا ليتها فرصة لهدف أقلص الفارق، والوقت لا زال متسعا. تبديلين للوصلاوية الآن، تبديلين للوصلاوية. نعم، دوغلاس في أرضية الملعب بالقميص رقم 30، وقبل ذلك محمد سبيل. يدفع السيد هيلمان بلاعبين اثنين، محمد سبيل وجيفرسون دوغلاس. خطأ لمصلحة الوصل. وليد عبد الله في حديث مع حكم المباراة يقول الحكم ما فيها شيء، لكن الحكم رأى أن اللعبة تستوجب صافرة وخطأ لمصلحة الوصل. هذا اللاعب دوغلاس في اللمسة الأولى منذ أن اختارها السيد هيلمان حاول الهرب والتقدم. المساعد أشار على وجود راية وخطأ. اللعبة الماضية المساعد هو اللي تدخل فيها، عبد الله المرزوقي هو من أشار إلى حكم المباراة أن هنالك تصادم، وبالتالي الفرصة دائما بنتي قدمه اليمنى. راميرو بنتي دائما المفضل لدى الوصلاوية في إرسال الكرات الثابتة. يطلب الزيودي من لاعب عجمان الهدوء، والوصلاوي يعود للتهديد في هذه اللحظات من كرة في منطقة الجزاء. الرأسية منتظرة لكنها إلى الياندرو. الياندرو والمرتدات بالعربي. يضغط الياندرو. في الجهة اليسرى لمصلحة الوصل غانم أحمد أحد بدلاء الشوط الثاني. غانم إلى حسن، وحسن إبراهيم حطها في الجهة اليمنى باتجاه دوغلاس. دوغلاس إلى العزيزي، العزيزي بعد ذلك في منطقة الجزاء يضع الكرة العرضية. لياندرو استلام جميل بالعربي، ترويض، حطها في الجهة اليمنى. طالت على وليد أزارو، طالت على وليد أزارو. شوف السيد هيلمان يطلب من لاعبين الضغط بصورة مستمرة، عدم ترك مساحات، استمرار ومواصلة العمل الهجومي. يتحدث مع لاعبين للأمام سر، هكذا طريقتهم وهكذا نهجهم في الدقائق القادمة. يمضي الوقت ولا جديد يذكر في الشوط الثاني على مستوى النتيجة. فرصة خطيرة من جانب راميرو بنتي، يأدي بتمريرة، فرصة ومحاولة وصلوا. كاد أن يعود الوصل،
ويقلص الفارق لولا علي الحوسني. تصدي بامتياز لدى قائد فريق البركان. المحاولة الوصلوية في منطقة الجزاء، يضرب الامبراطور في مناسبة ثانية، علي صالح بقدمه اليمنى يحاصر الآن، الوصل من كل مكان، حصار كامل وضغط رهيب، وعجمان يدافع ويقاتل من أجل الإبقاء على النتيجة كما هي. الوصل كان ممكن يرجع، كان ممكن يرجع بهالكرة عند هالبديل دوغلاس، حطها قوية لكن ردة فعل جميلة. حسن حسن بامتياز كبير حارس المرمى. وهنا الدفاعات في حديث طبعا مع الزملاء، يطالبهم بالتركيز بصورة أكبر. عبد الله صالح كرته عالية بالقدم اليسرى، حطها للأمام باتجاه راميرو بنتي. ينشط بنتي في الدقائق الماضية، وعندما ينشط راميرو بنتي فإن الأمور بالنسبة للوصل أصبحت أفضل هجومية، لأنه واحد من الأسماء اللي يقدم التمريرات واللمسات لخط الهجوم. ومتى ما قام لاعب راميرو بنتي بذلك فإن المنظومة الهجومية ستقدم الأفضل، لا شك في ذلك. لياندرو البديل، هذا هو لياندرو إلى بالعربي. الله 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 الله، مرور جميل ولمسة أجمل وفرصة خطيرة، كاد أن ينتهي كل شيء يا عجمان في هذه الكرة. وليد أزارو يواجه حارس المرمى، يرسلها جميلة، راية المساعد عامر القادري أشارت على وجود حالة تسلل، لكن بالعربي هو من يرسم اللوحة، بالعربي هو من يقدمها، بالعربي هو من يهديها. وليد أزارو الذي أرسل الكرة قوية مرت، لكن الصافرة كانت تقول أن أزارو كان في وضعية تسلل، يعني حتى لو سجلها كان الهدف راح يلغى. هذه المباراة رقم 12 بالنسبة لعجمان خارج ملعبه. حارس المرمى علي الحوسني. عجمان خارج ملعبه فاز على بنياس بهدفين، على النصر بهدف، على العروبة بالثلاثة، عند تعادل وحيد مع اتحاد كلبة في مباراة الواحد واحد، وعند سبع خسائر من شباب الأهلي، خورفكان، الوحدة، العين، الشارجة، الظفرة، الجزيرة. هل تعلم أن هذا الفوز هو الأكبر لعجمان خارج ملعبه؟ هو مسجل أربعة، لكن النتائج اللي كان يجيبها الرباعيات على أرضية ميدانه خارج ملعبه، أكبر نتيجة حققها كانت بالثلاثة على العروبة، اليوم مسجل أربعة على الوصل. وهل تعلم أن الوصل في زعبيل ما في أحد استطاع أن يسجل هذا الرقم في مرمى الوصل؟ حتى متصدر دورينا العين عندما حضر هنا سجل هدفين. عجمان يفعل الرباعية. علي صالح حاول المرور، التصادم في الكرة الماضية ما بينه وما بين محمد إسماعيل. راميرو بنتي كرة ترجع إلى حارس المرمى علي الحوسني. وصلاوية رجعوها لحارس المرمى. هكذا هي الروح الرياضية في النهاية. نعم تنافس والكل يبحث عن الانتصار، لكن تتجلى الروح الرياضية في كرة القدم، الوجه الجميل لهذه المستديرة، لذلك هي معشوقة الملايين في كل أنحاء العالم. كرة القدم في كل دوري، في كل دولة هنالك المحبون المتيمون بكرة القدم، الأنصار والمشجعون في كل مكان. كرة أصبحت في الجهة اليمنى، مرت وطالت إلى خارج الملعب، عدت إلى خارج أرضية الملعب. سالم العزيزي، الكرة طبعا في طريقة لتنفيذ رمية التماس، لأن آخر من لامست لاعب عجمان. حسن إبراهيم، حسن إبراهيم يبحث عن كرة عرضية، لكنه يفضل راميرو بنتي اللي بدوره يرسلها إلى سالم. عرضية خطيرة 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 للوصل، ولا زالت خطورتها قائمة. علي علي حطها حلوة، لكن عبد الله، يا سلام، عبد الله صالح قرأها بصورة جميلة،
لو نشوف اللقطة الماضية كيف هالمدافع عبد الله صالح قرأ فكر اللاعب علي صالح وتقدم 4-5 خطوات سريعة للأمام من أجل أن يبعد هذه الكرة. عبد الله صالح وخبرة السنوات في التعامل مع عرضية علي صالح وفرصة الوصل كان بالإمكان أن تكون في المرمى وبخطورة أكبر. تعود للوصل الآن المحاولات الوصلاوية تتواصل هنا أراوخو، الاستلام من جانب غانم يرسلها جميلة وخطيرة. وليد عبد الله الوصل يقدم عمل هجومي أفضل في هذه اللحظة. آخر ربع ساعة من عمر المباراة، الطبيعي جدا أن يذهب الوصل أكثر الآن من أي وقت مضى باتجاه مرمى علي الحوسني. وعجمان يقاتل بامتياز كبير في مباراة تاريخية في زعبيل يسجل فيها هذا الرقم الكبير من الأهداف 4-2 مرت إلى خارج الملعب. عجمان خارج ملعبه ما يعرف أنصاف الحلول إلا في مناسبة واحدة، يعني من 11 مباراة تعادل في مناسبة واحدة وكانت في الجولة الثالثة أمام اتحاد كلبة في مباراة 1-1. بعد ذلك إما أن هذا الكلام طبعا خارج الديار، إما أنه يفوز أو أنه يخسر، لكن ما يرضى بأنصاف الحلول. علي صالح ولمسة جميلة، نقلات ما بينه وما بين غانم أحمد، العرضية خطيرة، فرصة للوصل، كاد الامبراطور في اللعبة الماضية لكنها تبعد بامتياز كبير في اللحظة الحاسمة. انسجل الوصل الآن أمام 14 دقيقة في كرة القدم، وقت طويل بالإمكان أن يحدث فيه الكثير والكثير. لذلك الوصل الآن والسيد هلمان هذا طريقهم، هذا نهجهم، هذا عملهم، بحثا عن المقدمة عن الأمام، ليس إلا ما كان في الشوط الأول من أخطاء كبيرة ومن نتيجة كبيرة يصعب تعويضه، لكن الوصل يحاول. سلامات اللاعب سعيد جاسم ساقط في أرضية الملعب الآن، نتمنى له السلامة ولعيبة الوصل في حديث مع حكم المباراة. الوقت يا حكم، هكذا لسان حال الوصلاوية. هذه اللعبة، هذه الكرة التي سجل من خلالها سعيد جاسم هدف جميل براسه في الشوط الأول، حلو حطها لما تعادل 1-1. بعد ذلك هذا الهدف، الله هذا هدف عجمان الثاني، وهذه الضربة الثالثة من جانب وليد أزارو راحت مشت في طريقها للمرمى. وبعد ذلك لم يكتفي عجمان بذلك، بل من هذه الفرصة ثبت الكل وحرك. أوه يا جمالها يا حلاتها، ومن يقدر على ذلك يا فراس بالعربي. هكذا كانت الأحاديث في الشوط الأول، نجم الشوط الأول بصولاته وجولاته وتمريراته وأهدافه فراس بالعربي. نقترب من الدقيقة رقم 78، هذا يعني أن 12 دقيقة أصبحت متبقية. أنا ما أدري عجمان اليوم يحطم الأرقام ويأتي بنتائج. هل تعلم أن عجمان لعب 11 مباراة خارج ملعبه طول الموسم، طيلة الموسم 11 مباراة مسجل فيها 9 أهداف فقط، 11 مباراة مسجل فيها 9 أهداف بمعدل أقل من هدف في كل مباراة، المعدل يقول هكذا. اليوم مسجل رباعية، يعني مباراة واحدة سجل فيها نصف ما سجل في 11 جولة كاملة خارج الديار. لا وليست مباراة، بل شوط واحد، الشوط الأول فقط فعل ذلك. كرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية للوصل، المحاولة الوصلاوية الآن لا زال الأمل موجود. غانم أحمد يأتي بكرة في منطقة الجزاء الرأسية إلى خارج الملعب، أصبحت ضربة مرمى. جيلبرتو أوليفيرا لاعب اللي حاول أن يضع الكرة الماضية برأسه لكنها
مرة وعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصل إلى الكرة راحت بعيد إلى خارج الملعب. في تبديل لمصلحة عجمان. سعيد جاسم راح يترك أرضية الملعب، حسين عبد الرحمن سيكون البديل القادم في هذه اللحظات. غوران متفوق على هيلمان، السيد الصربي متفوق على السيد البرازيلي حتى الآن. سعيد يتبادل التهاني طبعا مع الزملاء وبذكريات، لاعب اللي سجل هدف من الأهداف الأربعة في الشوط الأول. أصبحت محاولة مرتدة لأندرو والتمريرة باتجاه وليد أزارو. دفاع الوصل 100% في قطع الكرة. نعم حسن إبراهيم بدأ المحاولة، أرسلت إلى العزيزي، من أمام العزيزي الكرة تم إبعادها بنجاح. البديل حسين عبد الرحمن هو اللي افتك الكرة الماضية. أقل من 10 دقائق، ما عاد في المباراة الكثير يا عجمان من أجل 3 نقاط. حقق 3 نقاط يعادل الوصل في مجموع نقاطه إلى 32، لأن عجمان في المركز التاسع بالمناسبة. هذه لعبة، الله الله، كان يكون هدف للتاريخ يا لياندرو، كان يكون هدف للتاريخ يا لياندرو. كان ذكيا وكان رائعا وكان بارعا، لميح في الكرة الماضية، اصطاد حارس المرمى وهو متقدم خطوات للأمام. كاد أن يأتي العقاب وكاد أن يأتي الختام كذلك في لعبة من اللقطات الجميلة جدا لعجمان وتحديدا لياندرو. بلال يوسف، عجمان صاحب المركز التاسع، لعب 23 مباراة، فاز في 8، تعادل في 5، وتعرض ل10 خسائر، عنده 28 هدف، عليه 33 هدف، جمع 29 نقطة، هذا ما فعل عجمان هذا الموسم حتى اللحظة. الوصل في المرتبة السابعة، 23 مباراة، فاز في 8، تعادل في 8، خسر في 7 مباريات. الوصل سجل 31 هدف مع الهدفين اليوم يكون 33 هدف. شباكة استقبلت 24 هدف مع الأربعة اليوم يكون 28 هدف. جمع 32 نقطة. البطاقة ستكون حاضرة على ميشيل أراوخو. البطاقة راح تكون على ميشيل أراوخو. حكم المباراة يشهر الكرت الأصفر على اللاعب الذي يرتدي القميص الأصفر ميشيل أراوخو. هذا هو ميشيل أراوخو، اللاعب الأورغواياني ابن 25 عام. يا سلام يا سلام يا سلام، أوه. هذا الاستعراض الذي كان من جانب لياندرو هو اللي جعل اللاعب أراوخو بهذه النرفزة وبهذا التدخل، لأن لياندرو تلاعب في الكرة الماضية بلاعب الوسط بمهاراته العالية وفنياته الكبيرة. العزيزي في طريقة لإبعاد الكرة إلى رمية التماس. ستكون الخسارة الثالثة للوصل في زعبيل بعد خسارة العين وخسارة النصر، لأن في هذا الملعب تعرض ل5 تعادلات مع خورفكان، الوحدة، بنياس، الشارجة، اتحاد كلبة، وخسر أمام العين والنصر، وفاز بالمناسبة على شباب الأهلي والعروبة والإمارات والظفرة. هكذا فعل الوصل في ملعبه هذا الموسم، وأول 3 مباريات هذا الموسم ما خسر على ملعبه، تعادلين مع خورفكان والوحدة وفوز على شباب الأهلي. أول خسارة للوصل في زعبيل كانت في الجولة 7 أمام العين في مباراة 2-2، متصدر دورينا وبطل دورينا العين. وبالمناسبة الوصل آخر مباراتين في ملعبه، فاز على الإمارات بال3 وفاز على الظفرة بهدف، نتائج إيجابية كانت في ملعبه. وبالإمكان أنك تضيف هذه المعلومة لتعرف معاناة خسارة هذه المباراة. الوصل آخر 6 مباريات في ملعبه ما خسر بالمناسبة،
آخر 6 مباريات في ملعبه ما خسر، 3 انتصارات و3 تعادلات. كرة لمصلحة الوصل الآن، تمريرة وصلاوية، محمد عبد الرحمن البديل الذي حضر في اللحظات الماضية، ولدينا كرة خطيرة باتجاه علي الصالح لم تكتمل، ترجع الفرصة في الجهة اليمنى عالية في منطقة الجزاء، يحاول من خلالها أراوخو، وليد عبد الله على مستوى التشتيت والإبعاد. قرابة 5 دقائق كل ما تبقى على مجريات المباراة. محمد عبد الرحمن، وذكريات كبيرة لمحمد عبد الرحمن عندما كان مع نادي العين بجانب شقيقه محمد عبد الرحمن بجانب شقيقه طبعا عمر عبد الرحمن، وكان ايضا شقيقهم الاخر خالد عبد الرحمن. ايام جميله للاشقاء الثلاثه مع الزعيم العيناوي. أنا مثل ما قلت لك إن الأرقام اليوم تحطمت بهذه النتيجة الكبيرة. كنت أقول إن عجمان 11 مباراة خارج ملعبه مسجل 9 فقط، طيلة الموسم خارج ملعبه مسجل 9، اليوم يأتي ليسجل 4 كاملة، نصف ما 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 فعله اليوم طبعا فعله في الموسم بكامله بأكمله خارج الديار. 11 مباراة ما فعل خارج الديار ب 11 مباراة، يعني مسجل 9 أهداف، نصف هذا الرقم تماما حقق في شوط واحد فقط اليوم. في المقابل الوصل المعروف دفاعيا في ملعبه، يعني تخيل الوصل 11 مباراة في ملعبه استقبل فقط 7 أهداف، 2 من العين 2 من النصر وهدف واحد من خورفكان ومن الوحدة واتحاد كلبة، بطاقة صفراء. الوصل طيلة الموسم خارج أو طيلة الموسم على ملعبه، الوصل طيلة الموسم على ملعبه 11 مباراة استقبل 7 أهداف، اليوم مباراة واحدة شباكة بل شوط واحد شباكة تحركت 4 مرات. البطاقة الصفراء تظهر، لكن هذه المرة على اللاعب لياندرو، هو اللي تدخل على البديل دوغلاس، حاول الحصول على الكرة لكنه اصطاد قدم دوغلاس، وحكم المباراة أشار بصافرة وبالتالي خطأ. 87 دقيقة، البعض يقول انتهت، البعض الآخر يقول كرة القدم كل شيء فيها وارد. نحن من المنتظرين راميرو بنتي، هي أقرب لعجمان أصبحت من أي وقت مضى. محمد علي فرصة إلى علي صالح، علي صالح لا زال يحافظ على كرته، راميرو بنتي في الجهة اليمنى، هل تعلم من الوصل في زعبيل في عام 2022 في بطولة الدوري ما خسر الوصل في زعبيل في عام 2022، لأن آخر خسارة كانت من النصر بتاريخ 2 نوفمبر 2021. اليوم خسارة بالنسبة له ليس فقط خسارة نقاط 3، لكن خسارة رقم كان الوصلاوي يحتفظ به في عام 2022، ما يخسر في ملعبه، وفي آخر 6 مباريات ما يخسر في ملعبه، وما في أحد سجل أكثر من 2 في زعبيل. كل هذه الأرقام تحطمت اليوم. سلامات، هذا التدخل الذي كان على لاعب عجمان، يتألم وليد أزارو يبدو، وبالتالي حكم المباراة يطمئن على سلامته. وليد أزارو لاعب اللي يقوم مشافة معافى، هذه اللقطة وهذا التدخل اللي كان والتصادم اللي حدث، وليد أزارو فقد توازنه، اصطدم بلاعب الوصل، قميص رقم 10 كان له نصيب من الأهداف. آية هيلمان، التاريخ يقول أفضلية وصلاوية ب10 انتصارات مقابل 5 لعجمان و4 تعادلات، لكن التاريخ وحده لا يكفي، لأن عجمان اليوم لا يعترف بالتاريخ بل يذهب
نحو الحاضر ونحو نتيجة إيجابية يحققها حتى اللحظة. لياندرو في مكان جميل، كان بالإمكان إرسال الكرة السريعة إلى أقصى الجهة اليمنى اللي يتواجد فيها لياندرو. ميرال، هذا اللاعب وليد أزارو. وليد أزارو يتقدم للأمام ويأتي بكرة عرضية مرت إلى خارج أرضية الملعب، فيها ضربة ركنية. ضربة ركنية، تم إبعاد الكرة إلى خارج الملعب، وبالتالي حارس المرمى محمد علي في حديث مع مدافعينا ويطالبهم بالتركيز. وعندنا الوقت المحتسب بدل الضايع المقدر بخمس دقائق. الشوط الثاني ما في ولا هدف، كل الأهداف ذهبت في الشوط الأول، كل الأهداف ذهبت في الشوط الأول. محاولة لعجمان، كان ذكيا في التعامل مع اللقطة الماضية، يكسب له شوية وقت. وليد أزارو يقول لك خمس دقائق الوقت المحتسب بدل الضايع، بهاللعبة استطاع أنه يمشي له 30 ثانية. شوف الذكاء من جانب لاعب كرة القدم، ذكاء من جانب لاعب كرة القدم. ولاحظ كم من الوقت استطاع أن يستنزف بطريقة قانونية اللاعب وليد أزارو. تعامل بذكاء، يكسب له رمية تماس، يكسب له ضربة ركنية. هذه محاولة خطيرة لمصلحة عجمان باتجاه بالعربي، فقد توازنه وأصبحت سريعة للوصل، سريعة للوصل. لعيب علي صالح واحد على واحد، بالإمكان أن يعدي، بالإمكان أن يمر، بالإمكان أن يتجاوز مدافعي عجمان. لا زال يحتفظ بالكرة، قاتل، لكن الكثرة تغلب الشجاعة والمهارة في الكرة الماضية. يا علي صالح، راميرو بنتي، جميلة هذه اللعبة. محمد عبد الرحمن إلى غانم أحمد، وغانم أحمد كرة عرضية ما كانت مثالية، ما كانت سليمة. هذه الكرة لربما أصبح بعدها الوصلاوي الآن ينظر إلى النتيجة ويقول لم يعد بالإمكان تغيير النتيجة، ولم يكن بالإمكان أو ولم يعد بالإمكان أن تتبدل الأمور. 4-2 حسمها عجمان من الشوط الأول، حسبها البركان من الشوط الأول، شوط واحد. هذا عبد الله عبد العزيز، الآن السيد غوران بعد أن اطمأن على نتيجة المباراة يجري تبديل الأسماء الشابة التي تجد الفرصة. عصام فايز يغادر، عبد الله عبد العزيز اللاعب الذي يأتي إلى أرضية الملعب. الجولة رقم 24 كثير من المباريات. شباب الأهلي كان متقدما على الظفرة، والعروبة كان متقدما على الإمارات، هكذا هي 1-0. طبعا شباب الأهلي متقدم على الظفرة والعروبة على الإمارات كذلك 1-0، آخر ما وصلتنا من نتائج. ولدينا بعد هذه المباراة مجموعة من المباريات كذلك المنتظرة. الوحدة يقابل اتحاد كلبة بنياس في ملعبه، يستضيف الشارجة، وخورفكان في أرضية ميدانه يقابل الجزيرة، والنصر والعين في مباراة كبيرة. وهذه لمسة جميلة، بدأت جميلة بتمريرة رائعة من جانب لياندرو. لياندرو حطها للاعب البديل، حاول أن يستقبل الكرة عبد الله عبد العزيز، طالت وغادرت. آخر دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضايع، الحكم أشار إلى وجود خمس دقائق، مر ثلاث دقائق، المتبقي دقيقتين وما عاد في المباراة أمل بالنسبة للوصل. خلاص حسمت الأمور، فارق الهدفين يجعل عجمان يقترب من أي وقت مضى من النقطة رقم 32. هذا سيكون بمثابة خبر لعجمان جدا جميل، أن يتقدم خطوة للأمام، لأن 29 نقطة يصل إلى النقطة رقم 32، يعادل الوصل والنصر، وفي انتظار مباريات النصر بالإمكان أن يقفز قفزة كبيرة من المركز التاسع إلى المركز السادس. لو تعطل النصر اليوم مثلا أيضا، لأنه راح يدخل معاهم في نفس الحسابات في نفس الأرقام. جولة مهمة جدا لعجمان، نجح من خلالها في التقدم بالمراكز كما أراد السيد غوران. الوصل يتوقف في هذه المحطة،
وجماهيره ينتظرون الموسم القادم، لأن في كثير من الأحاديث أن الموسم القادم الوصلاوية يجهزون كثير من العمل الجيد وكثير من المفاجآت، على أن الجماهير الوصلاوية ستكون سعيدة الموسم القادم بفريق وبلاعبين أجانب يكون مختلفا، هكذا في الأيام الماضية من الأحاديث في الشارع الرياضي. نحن ننتظر عودة الوصل وننتظر عودة الكبار اللي غابوا لسنوات طويلة، لأن ذلك يثري دورينا. آخر فرصة للوصلاوي، آخر فرصة للوصلاوي في المباراة الآن، آخر محاولة للإمبراطور، وبعدها صافرة الحكم ستنهي هذا اللقاء في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين. آخر كرة للوصلاوية، الآن المحاولة خطيرة للأمام لكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. يناظر الساعة نواف الزيودي وخلاص الساعة تقول أن كل شيء انتهى، فقط ننتظر الصافرة التي ستنطلق بعد أن يرسل علي الحوسني هذه الكرة. خلاص يا هلمان، الجولة 24، خسارة الوصل وانتصار عجمان، هذا الرجل غوران الذي تم التجديد له وكأنه يكافئ من جدد له بهذا الانتصار الجميل. مبروك عجمان الوصول إلى النقطة رقم 32، هارد لك للوصلاوية. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أتمنى أن تكونوا قد سعدتم بهذه المواجهة، على أمل أن نلتقي في مباريات أخرى. تحياتي فهد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.